فالآخر والظاهر والباطن أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لقد من سجد وزل من وجد إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا علمك وكيف يدعوك للحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك إلهنا من إليه نقصد وأنت وحدك المقصود وإلى من نتوجه وأنت وحدك الموجود ومن ذا الذي يؤتي وأنت صاحب الجود ومن ذا الذي نسأل وأنت رب المدود اللهم قد جيناك بجمعنا متوسلين وببابك لا وعلى آتابك سائلين فلا تطردنا خائبين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين واقبل رزقنا واجعل سعينا مشكورا وعملنا مغفورا وآتك ركابنا ووالدينا والمسلمين أجمعين من النار اللهم اجعل لنا الموت خير غائب ننتظره والبر خير بيت الذي نؤمره واجعلنا بعده خيرا لنا من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا في قبورنا النور والبراءة والسرور وأجزنا بالإحسان إحسانا وعن السيئات غفرانا اللهم اجعلنا في هذا القرآن مصدقين وفيما عندك إلى أنا راغبين ولرحمتك يا مولانا طالبين وعن السيئات هادبين ومن المحرمات بعيدين ومن عقابك خائبين واشرنا مع النبيين والصديقين وشهداء والأبرار والصالحين ولقوا سمو مسير مدينة مسوم مدينة الجنة مسور التاني توكي مسو أمومين آه سيد لا إله إلا الله أمبل والله نينغا وفكر لا لا والله لا anguno atika ba wala me mo bi muso may mariama tu kay fit na mariama tu kay isa ba so tu kay ni kay na plan ni kuma plan ko ko na ko li wala sino muso muso le tembe wala me muso langa mu ti premier wulu tu kay me abita muso may ala ati ni mangama ala khat bayla wala wa bi babika la idin fala tadrudina khairin wa shuruna junubana ajmain أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آذاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء والأذهابنا جلاء ولجلوبنا مميصا وللنار لنا مخلصا وبالقبر لنا مؤنسا وعلى الصراط مرشدا وإلى الجنة دليلا اللهم اجعلنا في هذا القرآن الذين هم عملك وخاصتك يا رب العالمين واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بموكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يريك عنه مع الغذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا أمنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا غددته ولا حيرانا إلا دللته ولا داعيا إلا أتيته اللهم لا بيتا من المسلمين إلا رحمته ولا عدوا للإسلام إلا خذلته ولا عدوا ليهيا إلا
خذلت ولا عدوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا خذلت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي الخالدة ولا نبي صلاح إلا أنت ما على قضائها اللهم اجعل اجتماعنا في هذا النهار المبارك اجتماعا مرسوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا معروما ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقهر بك ولا يرحمنا اللهم خذ اعداءنا واحفظ اولادنا واحفظ نساءنا واحفظ كل مسلم في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين غفرانك غفرانك لا إله إلا أنت لا إله إلا الله ذو الملك والقوة والجبروت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.